اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبقنا لليوم هو كروكات الأرز مع صلصة مرافقة له بزاف بنينة. يبقى في المتابعة. أنا استعملت الأرز اللي راه في الصورة، استعملوا أي نوع أرز لأنه بعد نرحيه ما يهمش. حطيته يغلي وحطيت الزيتون كذلك يغلي باش تنحى المرورية تاعو. ومن بعد كي غلى لي الأرز خليته يبرد على جنب وجيت السكالوب. هذه هي الكمية تاع السكالوب اللي نحتاجوها فقط، ما نحتاجوش بزاف. وحبة بصلة صغيرة وزوج سنينات ثوم حطيتهم في المقلاة بعد ما ربيت البصلة وشوية زبدة. رحيت ثاني سكالوب تاعي داك شوية وحطيته كذلك يطيب لي. درت كركم، سكنجبير، درت شوية جامبو، درت موطارد وشوية قرفة وخليتهم يطيبوا لي. ومن بعد رحيت الروز تاعي كيما شفتوا، زدت له زوج مغارف لا شابلور، الفرماج اللي كان عندكم اي نوايا، وحبه بيض باش تمسك لي الخليط جيدا. ومن بعد ما طاب لي هذاك السكالوب فرغت عليه فرغته على هذاك الارز وبديت نخلط. على كل حال ما بقيتش نخلط من مغرفة الحطب، بديت نخلط بيدي باش يدخل الخليط جيدا. وهذا هو كيفاش ولا لي حكم تشكلته. شكلوه بالطريقه اللي حبيتو نتوما، انا خيرت هذا الشكل، انتوما ديروا كوريات ولا كيما حبيتو. حطيته في الثلاجه وخليتهم يرتاحوا. من بعد نجيو للمرق تاعي، قطعت الجزر بهذا الشكل وخليت حبات جزر كاملين، ما قطعتهمش. بعدا نقول لكم واش نديروا بهم. ومن بعد سكرفشت حبه بصل صغيره والثوم وحطيتهم يتقلاو. فرغت عليهم هذاك الجزر مع شويه كركم وقرفه وشويه جامبو، خليتهم يتقلاو مليح مليح على نار هاديه. ومن بعد كي تقلاو لي مليح المكونات، زدت عليهم الزيتون كنت قطعته شرائح رقيقه وخليتهم يتقلاو. بعد ما تقلاو فرغت عليهم، جبت كاس تاع تاي فيها شويه ماء ودرت فيه مغرفه تاع نشا ولا مغرفه تاع فرينه وفرغتو عليه. هذه هي لاستيوس اللي نعقدو بها المرقه تاعنا. وخلطهم ومن بعد مرقت، ما تمرقوش بزاف باسكو ما نحتاجوش بزاف المرقه. ومرقت كيما راكم تشوفوا، نخلوها طيب حتى تختار وتعقد مليح. ومن بعد كي اختارت وعقدت لي وبردت المرقه تاعي، رحت صفيتها، صفيت الخضره وحدها والمرقه وحدها. ومن بعد جبت العشوة تاعي حطيت فيه المرقه هذيك وزروديه اللي قلت لكم خليتها على طولها، هي ثاني حطيتها عفوا مع المرقه تاع العشوة، مع المرقه عفوا في العشوة. وحطيت فرماج اي نوع عندك ولا كريم فخاش كيما راكم تشوفوا، وميكسيتهم كامل مع بعض. هذا هو الشكل اللي خرج لي. ومن بعد عاودت حطيتهم في الكاسرول وفرغتهم على هذيك الخضره تاع الزيتون والزروديه وخليتهم يتقلاو يدخلوا في بعضهم مليح. ومن بعد جبت من الفريشيدار هذوك لي كروكيت تاعي، جبت لا شابلور، نسحقوا لا شابلور والبيض، وبديت نرمدهم في البيض ونرمدهم في لا شابلور. وكي الحق وقت التقديم يعني وقت العشاء، ندرتهم في العشاء باش بديت نقلي فيهم باش يبقاو لي كريستيون، وجاو بزاف بزاف بنان. وهذا هو شكل نهائي تاع الطبق تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره. على كل حال وجربوها بزاف بنينه. وسلام.